بنعبدك ونصوم ونصلي يا ربي يا منعم يا كريم، وطمعانين في رضاك وبندعي تكون علينا بقلب سليم، محب للخير صافي وراضي من الخطايا معافى سليم، في العسر بيزيد صبره ويشكر وفي يسر ليك بيزيد تسليم. ولو في يوم قصرنا في شكرك وانشغلنا يوم عن ذكرك، بنعيم علينا بنعمة عفوك برحمتك يا غفور يا رحيم. أهلا بحضراتكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. اللهم اجعل أيامنا كلها رمضان. واسمحوا لي في هذه الحلقة أعرب عن سعادة البالغة بصحبة فضيلة الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف في هذه الأيام الأخيرة في شهر رمضان المعظم، هذا الحبيب الذي حل بالقلوب قبل أن يحل بالديار. ودعونا الله أن يدوم الوصل وأن تكون السنة كلها رمضان. فضيلة الشيخ محمد أهلا بك. أهلا بك أستاذ حسن. والقلوب التي جبرها الله في رمضان فأصبحت قلوبا سليمة، القلوب التي كانت تعاني من الكسر من ومن 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 الآفات أصبحت في نهاية هذا الشهر الرائع المبارك الكريم الميمون قلوبا سليمة. فضيلة الشيخ محمد، كل سنة طيب في البداية، ودائما نسمع في التواشيح والابتهالات في نهاية الشهر الكريم، فلا أوحش الله منك يا شهر الصيام. وشوف شوف المشاعر والأحاسيس العلاقة القلبية بيننا وبين هذا الشهر الكريم قبل أن أسأل عن صدقة الفطر أو زكاة الفطر. أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، عدد حروف القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا ألفا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد كل ذرة ألف ألف مرة، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك ونفذ به حكمك في برك وبحرك وسائر خلقك، عدد ما أحاط به علمك القديم من الواجب والجائز والمستحيل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مثل ذلك وبعد. أولاً، صدقة الفطر شيء افترضه النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم وعلى كل مسلم ومسلمة، صغير أو كبير، حر أو عبد. وهذه الفرضية أتت لمصلحة الإنسان، زي حضرتك ما تفضلت ان احنا في هذا الشهر ربنا يجبر كل كثير ويجعل هذه الأعمال الطيبة المباركة جبرا لجميع الأعمال ولجميع النفوس. كذلك الصيام كما تحدثنا في لقاءات سابقة ان هناك سلوكيات خاطئة تجعل الصيام فيه نقص، كالغيبة، النميمة، النظر، امتداد اليد إلى شيء محرم، السعي إلى شيء حرمه الله سبحانه وتعالى أو لا يرضاه الله عز وجل، قد يقلل من أجر الصوم مثلا. طبعا، لأن أنا صائم عما أحل الله، فمن باب أولى أن أصوم عما حرم الله. طيب، يبقى من جبر الله سبحانه وتعالى لنا كصائمين ومن فضل الله علينا كصائمين أن جعل لنا صدقة الفطر. لأن إحنا طبعا إحنا سمعنا أن سيدنا النبي فرض علينا صدقة الفطر، بس العلة إيه؟ لماذا افترض الإسلام علينا صدقة الفطر؟ أو كما قال عبد الله بن عمر، فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. ليه؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث،
طعمة للمساكين. السلام. طهرة للصائم. من اللغو والرفث يبقى هنا الوضع محدد بالضبط. أنا الصدقة دي ليه؟ علشان تجبر ما نقص من الصوم أي شيء كان فيه تقصير، يبقى دي في صدقة الفطر دي جبر له، يبقى لازم كل إنسان يكون حريص عليها. علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال هي على الكبير والصغير والحر والعبد وكل إنسان صام أو لم يصم، يعني صائم أو غير صائم، صغير أو كبير، طالما ولد يبقى وجبت عليه إيه؟ صدقة يعني الفطر. طفل صغير يعني مش مكتوب عليه الصيام أو مش واجب عليه الصيام، وفي نطاق الأسرة الأب بيطلع عليه أو بيطلع له، وولد قبل أذان المغرب خلاص، حتى لو ولد قبل في آخر يوم من رمضان. طيب واحد مات بعد الفجر بتاع أول يوم، أول يوم في رمضان الفجر قال الله أكبر وبعدين الرجل مات، عليه صدقة الفطر ولا عليه صدقة الفطر؟ يعني لو أدرك لحظة من رمضان سواء في البداية أو في النهاية، يعني لو مات في فجر أول يوم في رمضان أيوة أدرك، أو ولد في مغرب قبيل المغرب بالضبط في آخر يوم في رمضان، وجبت على هذا صدقة الطفل صدقة على الفطر. والده أنه يطلع أو العائل له أيوة أو من يعوله. تمام. يبقى صدقة الفطر عرفنا طهرة للصائم من اللغو والرفث، طعمة للمساكين. وهنا بعض الناس بيسأل طعمة للمساكين يعني إيه؟ يعني دي بتسد حاجة المحتاجين، اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. اغنوهم هذا توجيه نبوي بالضبط، اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم اللي هو يوم العيد. فأنت بتطلع الزكاة علشان اللي محتاج. طب هي وجبة على مين؟ على كل مسلم ومسلمة، الذي يملك قوت يومه، يعني كإذا على الفقير، على الغني وعلى الفقير واجبة. طب احنا عندنا دلوقتي حد فقير ما عندوش قوت يومه، يبقى إذن هي تجب على الجميع. طيب المقدار بتاعها كام؟ كم مقدارها؟ طبعا احنا دار الإفتاء دايما بتحدد الحد الأدنى، الحد الأدنى قالوا ان 35 جنيه، لكن طبعا السادة المشاهدين دول كلك يعني ربنا نعم عليهم، اللي بيزيد. وده ورد فيها حديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حين قال صدقة الفطر صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير. طيب كل الصاع ده إيه؟ أربعة أمداد، والمد هو إيه؟ حفان بكفي الرجل المعتدلين، يعني حفان مليء كده، يبقى أربعة حفانة ده الصاع. طيب يبقى الإنسان عارف دول كم في الوزن؟ تقريبا 2.5 كيلو. طيب هل يجوز إخراج القيمة نقدا؟ نعم يجوز، وذلك فائدة للمسلم، وده رأي سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. طيب الإنسان المسلم اللي عايز يخرج أو يفيد الفقير أو المسكين اللي هو بيطلع له الصدقة، لو أخرج، يعني هناك من يتمسك بأحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإمام أبو حنيفة لما قال القيمة تخرج القيمة، وده على فكرة معظم علماء الإسلام قال بها، لأن صدقة الفطر تكون من أغلى بقوت أهل البلد. أيوة، يعني سيدنا النبي قال إيه؟ صاع من بر يعني بالقمح أو التمر أو الأقط اللي هو اللبن المجفف، يمها طبعا كان ده المتاح عندهم. طيب أما بعد كده هل يجوز إخراجها أرز؟ نعم يجوز إخراجها أرز. هل يجوز إخراجها طعام؟ نعم يجوز إخراجها. يبقى إذن أنت تخرج على قوت أهل البلد أو غالب قوت أهل البلد. طب إحنا غالب القوت الوقت إيه؟ شوف سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، الإمام هذا هو الإمام الأعظم. نعم قال لك أخرج القيمة، القيمة عشان عشان مصلحة الذي يتحق بها مصلحة. لو أنا دلوقتي بفكر دلوقتي القيمة هي أغلب قوت البلد، هشتري بيها اللي أنا عايزه. بالضبط، اللي حددتها حددت دار الإفتاء بأن الأقل أدنى شيء 35 جنيه، فما فوق طبعا احنا الناس اللي بيشوفونا بقى. طيب واحد بقى يقول لي طب أنا هطلع 100 جنيه، أنا هطلع 200 جنيه على الفرض، أنا قادر وعايز أطلع،
اقول له اللي انت هتاخده الجزء المحدد ده اللي هو صدقه الفطر الواجب عليك، والباقي ربنا هيديه لك صدقه بقى بتاخد اجر كمان. الله. وبتزداد، شوف الفضل، وانت مش اكرم من ربنا. الله سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى. فانت لست اكرم من الله، انت عايز تكرم الفقير والمسكين، عايز تغنيه عن السؤال في هذا اليوم، عايز تخليه مش محتاج اي شيء، فانت بتزود القيمه، الله سبحانه وتعالى يعطيك على هذا ويضاعف لك بقى على ايه؟ علشان النيه الصدقه اللي عندك. طيب العلماء قالوا وقتها امتى؟ قال بعض العلماء انها تخرج في ليله العيد الى صلاه العيد، يعني من اخرجها زي سيدنا النبي ما قال، من اخرجها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله، ومن اخرجها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات، خلاص ما بتحققش، طهره للصائم من اللغو والرفث، طعمه للمساكين، خلاص هي بقت صدقه من الصدقات. طيب بعض العلماء قال اخرجها قبل العيد بيوم او يومين، وهذا ورد ايضا في حديث من احاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا الامام ابو حنيفه وبعض العلماء قالوا انه يجوز اخراج صدقه الفطر من اول يوم في رمضان. طب احنا نحلل دي ازاي يا استاذ حسن، ونبينها للساده المشاهدين ازاي؟ احنا في البدايه، في بدايه الحلقه قلنا ايه؟ ان لو في واحد مات بعد اذان فجر اول يوم من رمضان وجبت عليه الزكاه. تمام. يبقى اذا كانت تجب على الانسان بادراك لحظه من شهر رمضان، اذا هي واجبه عليه من اول يوم في رمضان. يعني اي حد بهذا المعنى يطلع الصدقه زكاه الفطر مع بدءا من فجر اول يوم في رمضان. خلينا نروح لفاصل قصير ونرجع لحضراتكم، ابقوا معنا دائما. ومن يتأمل حقيقة الأشياء يدرك أن الوقت ينسحب سريعا من بين المحبين، ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك، يا أخ البدر سناء وسنى، رحم الله زمانا أطلعك، إن يطل بعدك ليلي فلكم، بت أشكو قصر الليل معك، فلا أوحش الله منك يا شهر الصيام. نروح مع بعض دلوقتي للعناوين والتفاصيل الخاصة بمؤسسة نبض الحياة اللي بنفكر حضراتكم بيها دائما، للاتصال والتواصل، ومن ثم ذلك الوصل الجميل الذي دائما يكون ما بين محب الخير وعشاق مؤسسة نبض الحياة، وما بين مستحقي هذا الخير من خلال همزة الوصل في مؤسسة نبض الحياة التي تدعو دائما إلى الخير من خلال هذه المبادرات التي تعرفونها بالتفاصيل في سياق التقرير أو من خلال الاتصال بالمؤسسة. هنروح للتقرير معنا ونرجع لحضراتكم. إفطار صائم مؤسسة نبض الحياة في رمضان، ما نسيتش تحقق فرصة ثواب إفطار صائم، وهتقوم بتجهيز وجبات ساخنة لإفطار الصائمين خلال الشهر الكريم. من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. اللهم لك صم وعلى رزقك أفطر، ده الدعاء اللي بنستهل بيه الطعام واحنا على مأدبة الإفطار في شهر رمضان الفضيل. رمضان كريم، وزي ما رمضان كريم خليك انت كريم، ودايما في رمضان الكرم والفرحة والجود والجودة بالموجود. جودة الوجبة هتكون على أعلى مستوى عشان هيتم توزيعها على مئات الصائمين. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. مؤسسة نبض الحياة توفر لك هذا الجهد في إعداد وجبة شهية من الطعام باللحم أو الدجاج، هتعمل كل يوم وجبة طول رمضان، يبقى أنت ربنا سبحانه وتعالى غفر لك الذنب بإيه؟ بإفطارك
لهذا الصائم؟ كل الناس بتكون منتظرة شهر رمضان. ليه؟ لأنها بتتلمس في شهر رمضان الكريم بركة مش موجودة في وقت تاني طول السنة. في شهر رمضان بنعد الوجبات زي حضراتكم ما انتم متعودين معانا، وبنوزع في كل المحافظات. الوجبة دي بتوصل لأهلنا وإخواتنا بعزة وكرامة. خلي فضلك ينتشر بين الناس وخيرك ينتشر لغيرك. نبض الحياة بتدعوكم تشاركونا الفرحة زي ما أنا وسط الفرحة دلوقتي، وفي خلفيتي كل حاجة حلوة. خلي كل حاجة حلوة قدامنا، قدامي وقدامك في رمضان، ورمضان كريم. ساهم في مبادرة إفطار صائم بمؤسسة نبض الحياة، وما تحرمش نفسك من الفوز بثواب كبير في رمضان. أهلا بحضراتكم، حاجة تفتح النفس وإحنا في رمضان أهو. يعني قد إيه لما تقدم، أو لما كل واحد فينا يقدم أحسن ما لديه لغيره وهو سعيد فرحان، عشان الأفراح تتحقق للصائم فرحتان. ما هو الفرحة اللي لما تيجي للصائم مش هتجيله كده يعني بشكل يعني قد يتصوره البعض بطريقة ما أو بأخرى، بس بيجي عن كل الطرق الجميلة دي. نعم. طرق الإيه؟ الخير اللي بيعمله الصيام والقيام وصالح الأعمال في الشهر الكريم. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن هذا، للصائم فرحتان، فرحة حضرتك اللي ذكرتنا بقى، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. من الحديث اللي كنت بأشتاق وأنا بشرحها، فرحة عند فطره دي فرحتين. هو ليه فرحتان؟ فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء رب، لكن عند فطره ليه فرحتين؟ فرحة يومية وفرحة في نهاية شهر رمضان. الفرحة اليومية ساعة أن يؤذن المؤذن أو يطلق مدفع الإفطار، كله خلاص هيشرب، والفرحة اللي هو بيبقى فرحانها دي، هل هو فرحان عشان هياكل ويشرب؟ ده الخيال والتصور بتاعنا إن خلاص أنا اتفكيت. لذلك بتكلم عن برضو عرض التصورات دي، أحيانا في تصورات بسيطة وفي تصورات عميقة. عميقة أيوة. أو في تصورات سطحية وفي تصورات عميقة جدا. التصور العميق اللي الإنسان الصائم نفسه مش عارفه إيه، هو فرحان لأنه قام بأداء فريضة من أصعب الفرائض علي وأتمها، فهو فرحان إن اليوم تم على خير الحمد لله وربنا تقبل. ولذلك إيه؟ اللهم إني لك صمت، مش ده الدعاء اللي بنقوله ساعة الفطار؟ اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. دي العميقة بقاي، وثبت الأجر إن شاء الله. الأجر ثبت خلاص بالضبط. خدت بال حضرتك؟ يبقى فيه ظاهرة اهو، وفيه إيه؟ وفيه عمق في اللي احنا اللي حضرتك قلت عليه. طيب ده الفرحة اليومية. وما الفرحة الأخيرة بقى اللي هي التانية اللي هي للصائم، اللي هي ساعد في العيد؟ أيوة. لصدك على العيد. على العيد. آخر شيء احنا خلاص بنتمم به شهر رمضان، يبقى غدا عيد الفطر المبارك. لما يتقال كده يعني حضرتك، لما يتقال كده. أيوة. بكرة المتمم أو العيد. احنا بكرة كده يا كده. لا بكرة العيد. احنا بكرة العيد. احنا عارفين ان بكرة العيد، لو قال متمم يبقى انا ليله العيد هنتظر العيد. لو قال بكره العيد خلاص انت خلاص بتستبدل، بعد ما كنت هتنتظر سحور ومش عارف وصيام، لا ده بكره العيد فبتفرح. يعني لما يتقال لنا كده على الحكايه، على سبيل الحكايه حضرتك بتقول على سبيل الحكايه. الفرحه ديت ايه؟ ان انت انتهيت من شهر رمضان؟ لا، ان انت اديت شهر كامل طاعه لله على اكمل وجه، وقمت بيه وربنا عانك وخلصته، فانت سعيد. حتى ربنا يختمه لنا بإن يخلينا 3 أيام عيد عشان يتمم أيام الجائزة بقى. الجوائز والمكافآت توزع في العيد. بالظبط. أنا بتكلم عن الجوائز الإلهية والعطية الإلهية. ما هو مش سيدنا النبي، بس ولادنا بيدوروا على العيدية. مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن العامل إذا فرغ من عمله انتظر أجره؟ طبعا. هؤلاء قد صاموا شهرهم وقاموا ليلهم وأدوا فريضة ربهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ربنا بيغفر لهم،
وينظر لمن يذهبون إلى صلاة العيد ويقول لهم قد أديتم شهركم صيام شهركم وفريضة ربكم، اذهبوا إلى مصلاكم مغفورا لكم. يعني أنت متخيل يعني ربنا بيغفر الذنوب للعبد وهو يذهب إلى الصلاة، ولذلك يقول لك روح من طريق وارجع من طريق تاني. دي الفرحة التانية. طب دول إحنا شفناهم وبيتحججوا يا أستاذ حسن ولا لا؟ للصائم فرحتان، فرحة عند فطرة اللي هما الفرحتين دول إحنا بيتحججوا عندنا ولا لا؟ ملموسين عندنا ولا لا؟ طبعا. فاضل الفرحة التانية هي عند لقاء ربه، لما نلاقي ربنا سبحانه عندما يلتقي الإنسان بربه وهو صائم أو أدى الصيام يدخل من باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. وعلشان كده كانت فرحة كل إنسان يطعم الطعام كانت مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. هنروح لتقرير عن المحطات ونشوف بقى الفرحة والبهجة في سياق هذه التقارير. مبادرة محطات تنقية ومعالجة المياه بمؤسسة نبض الحياة وصلت لقرى كتير كان أهاليها بحاجة لمحطة واحدة توفر لهم أنقى كوب ماء. كانت عندنا المية قبل كده مية غير نقية غير صالحة للشرب. نشكر كل القائمين على المشروع وجزاهم الله كل خير وبارك الله فيهم. المحطة بتخدم حوالي أكثر من 20,000 نسمة خلاف القرى طبعا اللي حوالينا والنجوع. كان قبل هذه التحلية كان المياه لا تصلح للشرب، كنا بنجيب المية من مسافة حوالي 2 كيلو المية الصالحة للشرب. ألف مبروك وربنا يجعلها في ميزان حسنات المتبرعين إن شاء الله يا رب. ومحطة مياه قرية السلماني هي رابع محطة تنقية للمية نفذتها نبض الحياة بمحافظة سوهاج. المية حلوة وتمام وجميلة إن شاء الله. حاليا المية نظيفة ما شاء الله بسم الله، يعني الناس بتعبي منه المية وشكرا لمؤسسة نبض الحياة. كمان هي المحطة رقم 30 من المحطات اللي نفذتها مؤسسة نبض الحياة في مختلف محافظات الجمهورية. فتحية لكل من ساهم في هذا المشروع وقام بخدمة هذه البلد. نشكر الناس اللي ساهمت برا برضك، لو بربع جنيه كل واحد ساهم برضك جزاه الله خير خير الجزاء. نشكر للناس اللي جابت لنا التحليل كنا نجيب مياه من برا البلد. وكالعادة نبض الحياة اهتمت بتنفيذ المحطة على أعلى مستوى عشان تنتج من 25 إلى 30 ألف لتر يوميا. شكرا لمؤسسة نبض الحياة. شكرا لمؤسسة نبض الحياة. شكرا لمؤسسة نبض الحياة. بمشاركتك في محطة مية مع مؤسسة نبض الحياة هتحقق الصداقة الجارية. الشكر كل الشكر لمن ساهم ومن تبرع ومن سعى في هذا العمل، وكل أطراف الخير دايما بيدلوا بعض على كل حاجة فيها حب للناس. فضل الشيخ محمد، وإحنا بنشوف التقرير بنشوف قد إيه شكل المية وهي نازلة، بنشوف الأجهزة، تحس إن في بقى براند لمؤسسة نبض الحياة، في براند كده خاص بيها. شكل المحطة أول ما تشوف المحطة تقول دي المحطة دي عملتها مؤسسة نبض الحياة بفضل وبتوفيق الله لأهل الخير اللي قالوا لمؤسسة نبض الحياة اعملي لنا المحطة. يمكن هذا العمل عمل من أجل الأعمال وأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وهو سقي الماء. وقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى سقي الماء. لماذا؟ لأن الماء هو أصل الحياة ولا تقوم الحياة إلا به. ويمكن إحنا عندنا في الصيام الإنسان يحترق كبده عطشا من عدم تناول الماء طوال فترة الصيام ويشتاق إلى الماء، خاصة لو كان في حرارة في الجو. كوب الماء بيكون ارتواء لهذا الجسد الذي يحتاج إلى الماء. علشان كده حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل شربة الماء التي يشربها الإنسان هي من إفطار الصائم.
من فطر فيه صائما من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. أيوة. قال رجل: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم عليه. قال: يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو شربة إيه؟ ماء أو مذقة لبن. طب شربة ماء، أنت حد يتخيل أن كل يوم بمشاركته كم ألف هيشرب من التبرع بتاعه؟ ده أنت في غير رمضان تأخذ الأجر والثواب اللي هو بيبقى فيه مغفرة الذنوب ولو كانت كبائر. ما بالنا في رمضان تأخذ مغفرة الذنوب وتأخذ أجر إفطار صائم، وكام واحد؟ آلاف. يعني لو أنا بعد ما إذا يا أستاذ حسن مثلا عايز أعمل 200 وجبة، هجيب لهم حوالي 40 كيلو لحمة، خدت بال حضرتك؟ هتدخل لي في بتاع حزبة 20-30 ألف بأكلها بشربها، 20-30 ألف أنت بتاخدهم دول في يوم. أما بتشارك سبحان الله، بتشارك في محطة من غير، هو ما كانش يعرف إنه هياخد الأجر ده، وما كانش أبدا في مخيلته ان هو بيعمل، ان ديت من افضل الصدقات اللي هي سقي الماء. انا عايز اشترك في محطة تنقية ومعالجة عشان دي لها اجر وثواب. طب في رمضان بقى بيبقى لها افطار صائم. فطبعا يعني من الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها من 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 الامور التي جعلها الله سبحانه وتعالى للانسان في عداد حسناته ليس لها مثيل وليس لها عدد. يعني كمان هنا واحنا بنتامل الميه شكلها يا نازله كده، ونشوف المراحل اللي بتمر عليها وبيها داخل المحطه عشان تنزل ماء سلسبيلا. نعم. هذا الماء اللي هو مش ثواب سقي ماء بس، لا، ده الوقايه خير من الصحه من العلاج، والوقايه خير، عفوا الوقايه خير من العلاج. نعم. يعني وده بيصب فيه صحه سليمه. نعم. والعقل السليم في الجسم السليم. نعم. شوف ده كله ثواب حسنات. حضرتك الكوب الماء النظيف المعالج ده يقي الإنسان، يجعل إنسان سليما معافا في بدنه، يحمي الإنسان من تناول أدوية، يوفر دواء، يوفر ما يشترى به الدواء، يعني بيبقى عامل اقتصادي كبير جدا، يوفر سرير في مستشفى، يوفر أشياء كثيرة جدا، واحنا في دماغنا ان هو كوب ماء. امال هو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم جعله من افضل الاعمال الى الله سبحانه وتعالى ليه؟ ولما جه يدل الصحابي ماتت امي وكانت تحب الصدقه افتصدق عنها؟ قالت صدق. ما افضل الصدقه يا رسول الله؟ قال سقي الماء. هو سيدنا النبي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فسقي الماء من افضل الاعمال واجل الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. علشان كده دايما المؤسسة نبض الحياة بتحرص على أن تستزيد يوما بعد يوم في إنشاء المحطات في ربوع مصرنا الحبيبة. وبدأ يعني يشبه يعني أرقام كبيرة ورائعة في مدار أسبوع واحد، بتفتتح يعني أكثر المحطة، والعمل على قدم وساق في عمل هذه المحطات اللي يعني بقى شكلها مميز جدا. نعم. ومختلف جدا وضعيتها بالنسبة للمستفيدين منها، حتى أن يعني محب الخير في إلحاح منهم على ان عايز اعمل المحطه دي في التاريخ الفلاني. بالظبط. يعني عايز اعملها الشهر ده، مش عايز، يعني شوف قد ايه يعني بدا في استجابات، وفي بس مع مزيد من الاستجابات مزيد من الخير. انت بتشوف حضرتك ان انا ببقى حريص دايما في افتتاح المحطات اكون موجود، لكن احنا عشان رمضان وجهد رمضان والحلقات الرمضانيه خدت حضرتك، كان عندنا مش متاح ان احنا نسافر معاهم في سواج في المحطة اللي شفناها حضرتك دلوقتي. فسبحان الله يعني الواحد بيكون سعيد جدا اما بيشوف السرور والسعادة على وجوه الناس. ودايما يا رب نكون دايما ممن استعملهم الله في ادخال السرور وقضاء حوائج الناس. خلينا نروح لفصل قصير ونرجع لحضراتكم، خليكم دايما معانا ومع بعض دايما في الخير.
ما أسعدك يا من تمتد يدك بالخير إلى الناس دائما. هذه اليد هي اليد البيضاء، هذه اليد هي اليد الخضراء. اليد البيضاء بتدي بس ما تستناش مقابل، واليد الخضراء بتاخد وتدي، وفي هذه خير وفي تلك أكثر وأكثر وأكثر. خلنا نروح نشوف العناوين لمؤسسة نبض الحياة اللي بتظهر على الشاشة من آن لآخر للتدقيق في التفاصيل الخاصة بمبادرات مؤسسة نبض الحياة من خلال الاتصال والتواصل. الأرقام التليفونات قدام حضراتكم، عناوين المركز الرئيسي اللي في القاهرة في الدقي تحديدا، الفروع الأخرى في المنصورة في طنطا في الإسكندرية. وتسعد مؤسسة نبض الحياة دائما بالاتصال بها والتواصل مع المختصين والمتخصصين فيها لمعرفة المزيد من التفاصيل. نروح لتقريرنا الأخير في هذه الحلقة ونرجع لحضراتكم. وقف الزيتون بمؤسسة نبض الحياة مبادرة هدفها استمرار العمل الخيري والمشارك في زراعة شجر الزيتون، صدقتوا هيتحقق ربحها وخيرها خلال سنتين. مؤسسة نبض الحياة تدعوكم للمشاركة للمرحلة الثانية في وقف الزيتون المبارك والذي ذكر في القرآن، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقف الزيتون المبارك الشريك الآخر لوقف النخيل الخيري، الاثنين مع بعض بيكملوا بعض لمسيرتنا في الخير ومسيرة حضراتكم في العطاء. وبإذن ربنا سبحانه وتعالى بنجهز لمرحلة 7 في وقف النخيل الخيري، والنهاردة المرحلة الثانية من وقف الزيتون المبارك في نفس موسم الزراعة، منتظرين حضراتكم وتشريفكم معنا. مؤسسة نبض الحياة فتحت باب المشاركة في المرحلة الثانية اللي هيتم زراعتها من وقف الزيتون في أبريل. دعوة للمساهمة والمشاركة مع مؤسسة نبض الحياة في وقف الزيتون المبارك يوم 27 و 28 أبريل 2024. الباب مفتوح قدام حضراتكم للمشاركة أو المساهمة باللي تقدر عليه. قيمة الوحدة في مشروع وقف الزيتون المبارك 1000 جنيه. الألف جنيه بتشمل 8 شتلة الزيتون بالإضافة إلى الأرض المزروعة عليها الشتلة، بالإضافة إلى الزراعة والحراسة والري وكمان الطاقة الشمسية وكمان البير وكمان رعايتها إلى الإثمار الكامل. والمرحلة اللي هيتم زراعتها بتستهدف زراعة 50 فدان شجر زيتون، وكل شجرة بيتم زراعتها عائدها يصرف في كل حملات الخير اللي بتقوم به مؤسسة نبض الحياة. المرحلة الأولى بفضل الله سبحانه وتعالى تم إنجاز عدد كبير جدا بمشاركتكم وفضلكم. كان فيكم اللي معانا بعشر شجرات زيتون، وكان فيكم اللي معانا بقرات، وكان فيكم اللي معانا بفدان زيتون كامل. ولكن المرحلة اللي جاية دايما دايما طموحاتنا بتزيد وأملنا بيزيد. يا ترى هتكون مشاركتك معانا بقد إيه؟ حتى لو كانت بشجرة واحدة هتفرق جدا معانا، لأن إحنا بنسابق الزمن وبنسابق الوقت عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من المستحقين نقضي ليهم حاجتهم، هم منتظريننا. بفضل من ربنا عز وجل مؤسسة نبض الحياة جهزت الأرض لاستقبال حضراتكم يوم 27 و 28 أبريل 2024. كل اللي على حضرتك تتصل على 15-740 وتحجز لنفسك شتلة زيتون مع مؤسسة نبض الحياة. يلا قوم وخد قرارك وشارك في وقف الزيتون المبارك. ساهم بشجرة زيتون تكون لك صدقة جارية تمتد لأكثر من 100 سنة وخيرها يعم غيرك. الله على العمر الطويل للخير، الله على العمر الطويل للصدقة الجارية، الله في كل حاجة حلوة. نرجع لسؤال متعلق دايما وملح عن مؤسسة نبض الحياة، إنها دايما بتتيح فرصة لمن رأى ويريد أن يشارك، أو من شارك ويريد أن تزيد مشاركته مستقبلا. أولا يمكن سبحان الله من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن يوفقهم إلى أعمال الخير أو إلى التقرب إليه، فمن أحبه الله سبحانه وتعالى وفقه لطاعته، وكلما أحب الله عبدا جاء أعطاه عطاء جديدا. أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أزكي، أنا أحج، أنا أعتمر، وبعدين ألاقي نفسي هب أتصدق.
طيب أتصدق لكن بصدقة قليلة، لكن أما أفكر إن أعمل صدقة جارية مستدامة إلى أن تقوم الساعة، ده فضل كبير علي من ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان حريص على أن يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن الله يرضى عنه ويرضى عليه بأن يوفقه إلى عمل الخير. ويمكن حضرتك مش عارف في لقاء سابق احنا ذكرنا بين الست اللي كانت عايزة تعمل فدية وعملت نخلتين اللي ما كانتش قد يعني عليها سنوات صيام ويعني شهور في سنوات سابقة لا تستطيع اليوم أن تقضي بالزبط ما عليها لكبر سنها، يعني ربنا يديها الصحة ويبارك في عمرها. تجعل هي حبت تعمل ايه؟ نفكر السادة المشاهدين حبت تعمل ايه؟ يعني أرادت أن تفعل ماذا؟ هي أرادت أن تقوم بأداء الفدية عن السنوات الماضية. فقامت فكرت في ايه؟ ايه اللي ما هي مش فاكرة السنين كم سنة وهي هتطلع كام، فالعمل الحسبة هتبقى كبيرة عليها. فقلت أعمل نخلتين الكل اللي يطلع منهم يكون ممتدين بقى، ده ممتدين قوي بالظبط. وكذلك جت هنا بقى المفاجأة، كانت معايا في الزيتون في نفس الموقف إنها بتعمل برضو شجر الزيتون لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتهديها لسيدنا النبي هدية. طيب يعني مش كده وبس، وكل الأولاد وزوجها وحماها وحماتها، شوف أنا سبحان الله رأيت الوفاء ورأيت التوفيق من الله سبحانه وتعالى. تعرف الست البسيطة دي بتعمل إيه في الصلاة؟ عاملة جايبة حصالة وبتقول الشيطان ما فيش حد يكهره غير الصدقة، أنا صلي بيخش لي في الصلاة، أصوم برضو يسرح بي، فأنا لقيت إيه اللي يخليه يبعد عني أو هو بيكره إيه أنا أعمله عشان هو يبعد عني؟ الصدقة. جابت الحصالة وقبل ما تصلي وأمية لا تقرأ ولا تكتب تحط المبلغ من المال تقول يا رب ده صدقة عشان تحوش عني الشيطان. أنت متخيل حضرتك؟ فتخيل بقى إن الإنسان أما واحدة فكرت في كده يقوم ربنا يوفقها تعمل إيه؟ تعمل الصدقات الدائمة اللي هي إيه، زي وقف النخيل أو وقف الزيتون المبارك. ندعو الله تبارك وتعالى للجميع أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يقينا شر جهنم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين المستغفرين المحبين لسيد الأولين والآخرين، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ محمد رضا من علماء الأزل الشريف، وشكر الله لكم دائما حسن المتابعة والرد الجميل من خلال هذا الاتصال المباشر والمستمر ب 15740 الخط الساخن لمؤسسة نبض الحياة. دمتم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بنعبدك ونصوم ونصلي يا رب يا منعم يا كريم، وطمعانين في رضاك وبندعي تكون علينا بقلب سليم، محب للخير صافي وراضي من الخطايا معافى سليم، في العسر بيزيد صبره ويشكر وفي يسر ليك بي